بلسان عربي مصري، ألف مبروك للمغاربة إخواتنا وحبايبنا، كنتم على قلب رجل واحد النهاردة. الدفاع الوطني والواجب الوطني مع منتخب المغرب كان له أداء ودور عالي جدا النهاردة. إحنا شفنا حدث كروي لم يتكرر غير كل فلك، يعني آخر حدث كروي تكرر هو مباراة السعودية مع الأرجنتين، ومن قبلها 2006 مصر وإيطاليا. والنهارده بنشوف المغرب بتلعب مع بلجيكا وبتكسبها 2-0، مش واحد ولا بضربة جزاء، ده بأداء وروح ولعب وتكتيك. والمغرب النهارده كان في التحولات الهجومية والتحولات الدفاعية رائع جدا، وأدى دفاع منطقة في الشوط الثاني رائع جدا، وأغلق كل المساحات ووقف دي بروين حرفيا. حتى لوكاكو لما نزل تغيير ما لقالوش مساحة وملوش مكان في اللعبة وملوش مكان ولا دور في الماتش ده. طبعا مش ده على ان مستوى لوكاكو الفتره اللي فاتت كان قليل، لا، لوكاكو كان واحد من ضمن المهاجمين اللي على طراز عالي، والمدرب بيدفع بيه النهارده. انا عارف ان هو عنده طاقه وحماس وقاعد مكبوت على الدكه، ممكن ينفجر في دفاع المغرب النهارده، ولكن المغرب كان واقف راجل. واللي اثبت رجوله المغرب النهارده، خدوا بالكم ان من اثبت رجوله المغرب النهارده، وقبل اي حاجه ما هتكلم فيها النهارده، هنصب العلم المغربي. انزل واتفضل، ده العلم المغربي اللي انتوا شايفينه النهارده، هو العلم الاحمر اللي بيحمل مثلث ونجمة خضراء، وده اجمل ما في العلم على عكس النجمة الزرقاء. بنصب الان علم المغرب، فائز المباراة النهارده على بلجيكا، فريق كبير وعظيم، فريق له باع. يبقى بانتصار المغرب على رابع العالم بلجيكا، وخروجها المباراة السابقة متعادلا مع وصيف بطل العالم، عندك كلمة ممكن تقدر تقولها النهاردة؟ ما عندكش، أكيد ما عندكش، إنك أنت غير إنك تشكر في المغرب، وتقول المغرب لعب وأدى أداء عالي جدا النهاردة. الضوء المغربي كان عالي جدا النهاردة في الأداء وفي اللعب، وحكيم زياش واحد من اللعيبة فعلا اللي كسبهم المغرب الفترة اللي فاتت، ده كوكبة من الكواكب العربية اللي ظهرت فعلا في الكرة بالقدم اليسرى، مثل صلاح ويمكن أقل طفيفا، وهو حكيم زياش. وكذلك حكيمي كانوا على نفس الجبهة، حكيم وحكيمي. بصراحة أداء المغرب كان رائع جدا، وأنا مبسوط جدا والله العظيم، الواحد لا يستطيع أن يعبر عن فرحته النهاردة بالأداء العربي اللي فيه بسالة وروح. شابوه لعيبة المغرب، شابوه منتخب المغرب، شابوه مدرب المغرب اللي النهاردة كان حرفيا راجل راجل بمعنى الكلمة. قدر يوقف لعيبته برجولة، وقدر يوقف لعيبته على رجليه، وقدر إن هو يدخل الجيم وينافس. بلجيكا من الفرق اللي مصر انتصرت عليها في فترة إعدادها، مباراة ودية في تجمع سريع قبل كأس العالم، ولكن النهاردة بلجيكا لعبت مباراة مع كندا وخدت التجربة ولعبت رسمي وفرق الجيم، وبقت بلجيكا دلوقتي المفروض منتصرة ودخل الجيم منتصر. إلا إن المغرب، وأنا كنت مشاهد مباراة المغرب مع كرواتيا، وكل الناس كلها بتنتقد كرواتيا على الأداء السيء، كرواتيا ما كانش أداء سيء، بالعكس كان أداء المغرب اللي كان عالي جدا تكتيكيا ودفاعيا أفضل بكتير من مباراة النهاردة، لأن خطورة كرواتيا كانت أعلى بكتير من خطورة بلجيكا. قدر يوقفها المغرب ولكن بدون أهداف. النهاردة بقى قدر يوقف المغرب رابع العالم بخطورته، وقفوا تكتيكيا وتوقفوا بكل مجالات اللعبة، وحرفيا وقف بلجيكا ما قدرش إنه يعمل أي حاجة النهاردة، ولا يقدر يتدخل كرويا خالص. الكتيبة المغربية واقفة صح، الأداء المغربي واقف صح، الرجوله دي اللي احنا بنتكلم عليها يا جماعه، منتخب مصر بيمشي شويه ويقع شويه، لا المغرب ماشيه ماشيه في كاس العالم كويس. اتمنى المغرب هتوصل لدور ال 16، انا متاكد مليون في الميه انها هتغلب كندا وهتصعد 7 نقط في المجموعه مركز اول، ويخلفها كرواتيا. انا متاكد ان كرواتيا ممكن ان هي تتعادل مع بلجيكا، ولو فازت بقى يبقى ده وضع تاني، ان هي تبقى يا خلاص متساويه بقى مع المغرب، ويشوفوا 7 و7، دي 7 نقط ودي 7 نقط، ويشوفوا بقى الفروقات اللي بينهم. ويعني مش هتبقى ايه العملية سهلة في التصنيف مين اول ومين التاني، لا يحكمها بقى تدخلات من الانذارات واللي عنده عدد اهداف كتير كل ده. ولكن النهاردة قبل ما ننسى ان احنا لازم بصراحة نحيي قطر على الاداء وعلى كاس العالم العربي الخالص الجميل المتميز بالروح واللعب والحضور الجماهيري العالي جدا. امبارح يا جماعة احنا شفنا في مباراة المكسيك والارجنتين اعلى نسبة حضور جماهيري منذ كاس عالم 1994، 89,000 مشجع كانوا موجودين في مباراة الأرجنتين والمكسيك، وكأنه نهائي كأس العالم. النهارده شفنا جمهور عريض جدا في مباراة المغرب مع بلجيكا، وكل مباريات قوية هيخلفها جماهير قوية ويحضرها جماهير من شتى أنحاء العالم، وخلف الشاشات جمهور كان بيشجع النهارده المغرب. المغرب تستاهل الفوز وتستاهل النصر، وأنا مبسوط جدا ومشجع للمغرب جدا في البطولة ديت مع السعودية. أيوة كده، لما يكون عندنا كأس عالم عربي
هو هذا كأس العالم، كأس عالم قطر، لازم يكون العرب لهم كلمة. والمغرب النهاردة كان واقف بيدافع عن شخصية اللاعب العربي وعن شخصية العرب وعن شخصية اللاعب المسلم اللي بيلعب على أرضه. يكفي بس لحظات الفرح والانتصار، لا نسيهم السجود، لحظة السجود المنتخب كله نزل سجد النهاردة على الأرض، حاجة في منتهى الجمال، في مشهد روعة. أيوة لازم نستغل الكرة، هي أصبحت لغة العالم ولغة الإرسال الآن لكل دول العالم. بعرفك منين؟ بعرفك من كرة القدم. أعرف إيه عن منتخبك؟ أعرف إيه عن حياتك؟ أعرف إيه عن... أعرفك من خلال حضورك ومعاملتك ومن خلال أدائك ومن خلال شخصيتك ومن خلال علمك اللي بيترفع في كل مكان. النهاردة العلم المغربي كان مرتفع في سماء قطر، الدوحة، في ملعب السمامة، الملعب الكبير، البيت المغربي النهاردة كان واسع جدا من الأداء المغربي، وكان فيه غمورة وشجاعة. والمغرب عجبني قوي في نهايات الشوط الثاني ونهايات المباراة في الأداء، اللي هو تلعب بقى كونتر أتاك وهجمة مرتدة سريعة. يعني بصراحة حمد الله عبد الرازق، حمد الله واحد من ضمن المهاجمين اللي كانوا بيقفوا على الكورة وضيع فرصة كان داخل فيها لوحده مع 2 مدافعين، ولكن جت ضربة ركنية وما حالفوش الحظ. ولكن الهدف الثاني هدف بيختم بقى تعب الماتشين بتوع كرواتيا وبتاع بلجيكا، انك انت بتلعب مباراتين تقال. المغرب يا جماعة لعب مع كرواتيا وصيف بطل العالم في كأس عالم روسيا 2018، مودريتش، لوكا مودريتش، ولعب المباراة التانية مع بلجيكا رابع العالم، رابع العالم اللي خرجت البرازيل من كأس عالم روسيا 2018، وفرنسا خرجتها بالعافية ووصلت بدلها في المباراة النهائية، فيعتبر بلجيكا ثالث العالم. ويعني فرقتين تقال، انت داخل كاتبتين حرب، يعني حرب عنيفة جدا، انك تلعب كرواتيا الأول وتلعب من بعدها بلجيكا وتلعب بعدها كندا. كندا بقى لعيبتها مجنسين جد كتير، وفيهم لعيبة حلوة قوي 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 قوي، في لعيبة سريعة جدا. وانا عارف ان المغرب هتدعم في الماتش بتاع كندا ده، ولكن ان شاء الله هتفوز عليه لو شفنا الروح والبسالة والجدية اللي احنا شفناها النهاردة. لا انا بتكسب بلجيكا عادي جدا، مفيش اي مشكلة، ما عندكش اي حاجة تقدر توقفك. اغلق على نفسك، اقفل على نفسك بقى في الماتش التالت ده، وحضر نفسك كويس، شوية ترويح مع شوية اكل صحي مع شوية تركيز، هتكسب كندا وتتصدر مجموعتك 7 نقط، وتبقى تصدرت من مجموعة صعبة جدا فيها كرواتيا وبلجيكا، تاني وتاني وتالت العالم. يعني بصراحة دي بروين نتكلم بقى على لعيبة وأسماء كبيرة جدا، وكراسكو وكورتوا حارس من أفضل حراس، حارس ريال مدريد كان بيتلعب عليه النهاردة، المغرب كان بيتلعب حارس ريال مدريد النهاردة وسجلت فيه هدفين. حاجة يعني مش عارف انا اتخيل انت ممكن تقول ايه او تتكلم تحكي في ايه. النهارده المغرب عملت كل حاجه، اسعدتنا بمعنى الكلمه. والله العظيم ان الواحد بيحب منتخب مصر جدا، وكان اكتر منتخب بيسعد الواحد ويفرح له، الا ان الواحد يشوف فرحته مع السعوديه، وثانيا يعني يشوف فرحته مع المغرب. هو ده الكلام، هو ده كره القدم، هو ده ان انا بقعد اسمع ماتش ما بضيعش وقتي، بستمتع، بشوف نتيجه كويسه جدا، بشوف اداء كويس جدا، بشوف لعب كويس جدا، بشوف شخصيه اللاعب والمواطن العربي كويسه جدا النهارده في كاس العالم. كل الدعم كان للمغرب النهارده، انا متاكد مليون في المية كل الدعم كان مع المغرب، وهنفضل ندعم المغرب وهتوصل دور ال 16 باذن الله. مباراه المغرب مع بلجيكا، يعني الفريقين عملوا كل حاجه النهارده. يعني برضو الواحد مستخسر الهزيمه في بلجيكا، لان يعني بلجيكا لعبت كويس، ولكن خط دفاعها كان ضعيف شويه، مع حسن حظ بقى وتوفيق للاعيبه المغرب كذلك خط هجوم بلجيكا كان ضعيف الى حد ما، مع قوه دفاعيه كبيره جدا وبساله واستبسال من مدافعي لعيبه المغرب النهارده.